في ظل تطوير المدينة وكود البناء الخاص في أطراف المدينة، واللي سينعكس أيضا على وسط المدينة في كود بناء عام لمدينة الرياض، راح يعكس القيمة الحقيقية اللي يجب تكون فيها مدينة الرياض كعاصمة المملكة العربية السعودية، عاصمة لوحدة من أكبر دول الجي 20. دولتنا ولله الحمد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قامت على الكتاب والسنة، دولتنا بفضل الله سبحانه وتعالى لم يتم لها الاستعمار نهائيا، هذا عندنا مكتسبات وعندنا اعتزاز كبير، هويتنا الدينية نحن يعني مهبط الوحي بلد الحرمين في عاصمة بلد الحرمين، كل هذه الأشياء تلفت نظر العالم والعالم الإسلامي على 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 عاصمة تستحق منا الكثير. أعتقد أن اليوم الرياض في بنيتها التحتية كما صرح سمو سيدي وإمكانياتها الكبيرة قادرة بإذن الله تعالى على أنها تكون عاصمة فتية، عاصمة تجذب المزيد من المستثمرين وتكون هي قيادة ورائدة لقرارات كبرى كما عودتنا عليها المملكة العربية السعودية في المشاركة دائما في كافة المحافل السياسية، الاقتصادية، الدينية، الاجتماعية، الرياضية. أعتقد أن الرياض راح تكون إن شاء الله تعالى يعني مختلفة تماما. تصريح سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الأخير استقطاب أو جعل الرياض تستقطب أكثر من 15 مليون، أكيد هذا كان له الأثر الكبير وسينعكس على الحراك الاقتصادي والعقاري تحديدا في مدينة الرياض، إضافة إلى أنه إحنا قاعدين نشوف أيضا البنية التحتية اللي قاعدة تتطور في مدينة الرياض، القطارات، الطرق، توسعة الطرق، الأسواق وما شابه، هذه يعني كلها كفيلة بأنه بإذن الله إن شاء الله الرياض تكون من أكبر وأجمل العواصم العربية والخليجية والعالمية إن شاء الله وباقي مدن المملكة. هذا راح يعزز من الطلب العقاري لكن بمنتجات مختلفة، أعتقد المنتجات السكنية راح تختلف اختلاف جذري في الرياض في العقد القادم، العشر سنوات القادمة راح نشوف وحدات أصغر، راح نشوف ارتفاعات في يعني المدينة راح تتجه للمباني المرتفعة عدد أدوار يمكن من 8 إلى 20 دور، التركيبة مساحة الوحدات راح تختلف، النمو العقاري في المنطقة راح نتوقع أنه راح يجذب مستثمرين عقاريين من خارج المملكة كمان، لأنها أنت بتتكلم على مضاعفة عدد السكان في أقل من 10 سنوات تقريبا. هذا راح يؤثر إيجابيا على أنواع المنتجات العقارية بتنوع منها العقارات السكنية، التجارية، المكتبية، راح يزيد الطلب على العقارات، فبالتالي المستثمرين العقاريين مطلوب منهم بالتشارك والتعاون مع القطاع الحكومي بأنهم يبحثون عن أفضل الفرص والتنوع والتميز الحقيقة في المنتجات العقارية.